للوقوف أكثر على آخر التطورات في جدة ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان الغامدي. حياك الله عقيد سعيد. الله يحييكم ومساك الله بالخير وكافة الإخوة المشاهدين لقناة المجد. عقيد سعيد طمنا عن آخر الأخبار في محافظة جدة. آخر الأخبار طيبة لله الحمد، اليوم مر بسلام تماما، لم يصلنا أي بلاغات عن احتجازات أو إصابات نتيجة الأمطار أو نتيجة المياه. دائما دائما بعد الأمطار اليوم الثاني الثالث يحصل بلاغات عن ماس كهربائي أو صعق كهربائي أو ما يترتب على وجود المياه في المدينة. اليوم ولله الحمد لم يردنا أي بلاغات نتيجة الأمطار. نعم سعادة العقيد، يعني نشاهد دائما مقاطع كثيرة تظهر شجاعة رجال الدفاع المدني يعني في الاستجابة لبلغات الاحتجازات، وكذلك رأينا أيضا أرقام ما شاء الله يعني لإنجازات رجال الدفاع المدني، لكن بودنا سعادة العقيد توجيه رسالة لمن يخالف تعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الأجواء اللي يعني يتم التحذير فيها. مثل هذا احنا أولا الشباب والمواطنين حقيقة هو الشعب السعودي هذا طبعا حبهم في الأخوة وحبهم في الإنقاذ شيء احنا لاحظناه فيهم، لكن دائما الدفاع المدني يمنعهم لأسباب محددة. أولا في بعض المواقع يكون فيها تيارات كهربائية هم يجهلوها، الدفاع المدني يعلم فيها وعنده الإمكانيات من التجهيزات والأمور دي مختلف عن الشخص العادي، دائما نمنعهم ليس شيء آخر، فقط منعهم هو لسلامتهم. وكثير ما حصل ناس أو شباب داخل تضحية قد يرى نفسه ممكن يقدم حاجة وهو ضحية للحدث، فإحنا نمنعهم. أولا يترك مجال لفرق الإنقاذ تأدي عملها في أفضل صورة ممكن أو أفضل عطاء ممكن حتى لا ينشغلوا بعملية إبعادهم. ثاني شيء وهو الأهم هو لسلامتهم الابتعاد عن المناطق الخطرة، تجمعات المياه، التيارات الكهربائية، فإحنا نمنعهم فقط لهدف واحد والله لسلامتهم لا لشيء ثاني. صحيح العقيد سعيد سرحان الغامدي، بالتأكيد أنتم تبذلون الكثير من الجهد، ومع اعتذار المديرية العامة للدفاع المدني عن بعض الإخفاقات من بعض أفرادها، إلا هذا يعتبر من شجاعة منكم، وكذلك تعتبر لا شيء أمام ما تقومون به في ظل مثل هذه الأجواء، وكذلك في بعض الأمور التي يعني تخالف التوجيهات اللي تقومون فيها. شكرا جزيلا لك، وخلونا مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى خبر جديد.